موت الملحن العراقي الكبير كوكب حمزة في إحدى مستشفيات الدنمارك. حديد تراجي برد والقنطرة بعيدة، امشي وقول وصلي والقنطرة بعيدة. طفى نجم البساتين وخلصت محطات العمر والقنطرة قريبة، رحم الله كوكب العراق. المتحدث باسم الحكومة حظر التيك توك وبقية المواقع يحتاج إلى دراسات ونقاشات معمقة. كل البرامج سلاح ذو حدين، العيب مو بالبرامج وإنما في المستخدم وحدود ثقافته. قيد المحتوى وفضه. الأردن تعلن دخول الربط الكهربائي للعراق. العراق صاحب رابع احتياطي نفط بالعالم وعنده نهرين، عدا الغاز الطبيعي خيرات الله بس يستورد كهرباء من الأردن. هالاند يرد على اتهامات برشلونة به. ورا الفطور تشافي يرد عليك وبرشلونة تعرف ايش دا احكي. طرد اليوتيوبر الشهير سبيد من مطعم يرتبط بميسي بسبب ارتدائه قميص لرونالدو. الله الله بالروح الرياضية جماعة، ميسي أبد من معازيه.